بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى صوت كان سمبهيان ربي سمبهيان رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن يأتي إلى الصلاة لابد أن يأتي بشروط الصلاة. منتين ما سمبهيان كان فاكتراو تاي جلدين أم في شرع سمبهيان. الأصل أن المسلم يتوضأ في بيته. هذا الأفضل أنه يتوضأ في بيته، يعني لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، هذا أفضل وأحسن وأكثر في الأجر. فيخرج جاهزا للصلاة، يلبس أحسن الثياب. نعم، ويمشي إلى المسجد أفضل من الركوب، يركب السيارة أو الدراجة النارية. هذا ترامب يقول لك ما يصير مكان مسجد أنا كل أفضل شيء يمشي ريكا يمبراجين تليك. يمشي في سكينة في الحركات، يعني لا يأتي إلى المسجد وهو يجري. نعم. لا ما نعم ربيت سين سين ننتهن ربيت داي من بون كلك أنا ها سوق سين بيت داي من مين جيل ما نعم أو بطلتي. أو لا يأتي وهو مشمر هكذا لا. نعم. هاي كم من مين داي ما بداي مو داي آب داي ريت داي ما داي لوت داي آب كنا. ولا يأتي المسجد ويرفع الصوت بالكلام مثلا في التليفون. هاي كم من داي ما مسجد داي لوت سملي نجيل تورسات كنا. إذا وصل إلى المسجد يجعل الدنيا خارج المسجد، لا يدخل بالدنيا داخل المسجد، يعني المسجد ليس مكان للبيع للشراء للحديث عن الدنيا. يقدم الرجل اليمنى عند الدخول المسجد. ين بين ين شو المسجد كي ين رب باهم هين كان سنام شو تطلع المسجد. ويقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة دعاء من ما في النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدم اليسرى عند الخروج مع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو بيرجعين رنجو ينكين تمون الدعاء من ما في النبي صلى الله عليه وسلم تمون باهم فيه. والله أعلم. الله أعلم.